لنجعل الأفق البعيد وجهتنا عبره، وحيث البعيد جداً سنسافر معاً. سنسير ونستكشف سحر نور نهار اليوم وغموض ظلال ماضي الأمس. نتلمس تاريخ الأزمان لنقرأ تاريخ المستقبل القادم، لنحتفل بما هو عزيز على قلوبنا، ولنقدس ما يجعل إنسانيتنا تتلألأ، لنكتشف أساطير وأعاجيب العالم أينما كانت تختبئ. نرى تفاصيل ألوانها، نشعر بها تنبض، لتصطادنا الرؤى وليصبح كل ما قد نتخيله حقيقة. ها أنا المسافر وتخطو أقدامي اليوم في عالم جديد. مرحبا بكم في آخر لؤلؤة تم اكتشافها في أوروبا. سنكتشف معا بلادا جميلة ظلت مغلقة أمام العالم لخمسة عقود. مرحبا بكم في ألبانيا. عندما تحط أقدامك على هذه الأرض تظن أنك في بلد عادي، ولكن ما إن تبدأ جولتك فيه حتى يدهشك بما يحمله من سحر خاص وبما يخبئه لك من مفاجآت. ليس أفضل من الأسواق القديمة لنبدأ منها هذه الرحلة. في هذه المدينة الصغيرة وسط البلاد والقريبة من العاصمة تيرانا يوجد بازار كرويا، بناه العثمانيون منذ 500 عام، وظل طوال هذه القرون سوقاً مزدهرة للحرف اليدوية التقليدية. صناعات يدوية بديعة، فخار، نحاس، خشب، سجاد. تلاحظ وأنت تتجول في هذا السوق تقاطع الثقافة الألبانية مع ثقافة الشرق الأوسط، فالعثمانيون الذين ظلوا في هذه البلاد لخمسمائة عام تركوا علاماتهم الثقافية فيها، وتجد بصماتهم على المنتجات التقليدية، لكن بكل تأكيد بنكهة ألبانية. وما دمنا في مدينة كرويا سنمشي بضع خطوات إلى مكان عزيز على قلب كل ألباني. سنزور اليوم متحف اسكندر بيك، الشخصية الألبانية التي حيكت حولها العديد من الأساطير والبطل القومي الألباني. قاوم إسكندر بي العثمانيين في القرن الخامس عشر، وبدأ بطردهم من هذه المدينة كرويا التي اتخذها عاصمة له، وأجبرهم على الانسحاب من عدة مواقع في معارك طاحنة يعتز بها الألبان كانت الغلبة فيها له. كان على العثمانيين أن ينتظروا وفاة هذا القائد العسكري الفذ قبل أن يحكموا السيطرة على ألبانيا ويبقوا فيها لخمسمائة عام قادمة، ثم يقع الألبان فريسة القوى الاستعمارية الكبرى بعد سقوط الدولة العثمانية، وينتهي بهم الحال تحت حكم نظام شيوعي حكمهم بالحديد والنار لخمسين عاما قادمة.
خلال هذه العصور ظل إسكندر بي رمزاً للهوية الألبانية القومية، ومثل حالة من المقاومة والتوق للاستقلال لم تتكرر في تاريخ الألبان كثيراً، فهو فعلاً رمز لشجاعة الألباني وسعيهم للحرية التي قاتلوا لأجلها مئات السنين ولم تتحقق إلا في بداية التسعينيات. نسميها ألبانيا، لكن أهلها يطلقون عليها اسم شيبيريا أو أرض النسور. والحقيقة أنك تحتاج إلى عيني وجناحي نسر لاكتشاف عظمة جبال الألب الألبانية. تقول إحدى الأساطير إن فارساً ذهب إلى الحرب فضل طريق العودة، فبكته زوجته وتضرعت إلى السماء كي يعود إليها. استجابت السماء للدعاء محولة الأرض إلى جبال مهيبة، وفي وسطها ممر ضيق وحيد قاد الفارس إلى موطنه، سميت فيما بعد جبال الألب الألبانية. عندما تقف وسط هذا السكون العميق يتلاشى كل ما تعرفه عن الحياة العصرية، يأخذك المشهد إلى ذلك الزمان حيث وجد الإنسان مرة وسط هذا العالم البديع ليس يحمل إلا الحواس، وأنت هنا في هذا المكان حقا لا تحتاج غيرها. 70% من مساحة ألبانيا هي مرتفعات وجبال وعرة يصعب الوصول إليها إلا بسيارات الدفع الرباعي أو سيراً على الأقدام. نحن الآن في محمية جبال الألب الوطنية، هنا تذوب الثلوج عن المرتفعات مشكلة شلالات وقنوات مائية وأحياناً واحات خلابة. تعالوا لنستكشفها سوياً. قيل لنا بأن علينا زيارة هذا البرج الذي يقع في قلب جبال الألب. بني البرج لحماية الدم. كانو بين غافيا لاتينيش ليج لاشون غابوتا كونستيتوت بير كوهن كالوار. لاشون غابوتا كونستيتوت. كيو سيكولاش بيردور بير بايتيم جاتشيش. تشي دو تون كوني بيرسون كاباني فراسي كاباس دريت فين لا دين 15 بير تو ماي بير تو بايتوار كتو. لين بيتيا كوشون بير تانغر كوشي كارو ايدا باسين بايتو. Për të lënë me hangër, i kanë lënë të partë e mi dhe pagushën nga dy palëve të moshimi. Jo me lek, po kështë e drejt me këtë ushim nga dy palët, sepse si që quët një paragraf kanun lek duka zinit, burni dhe para dy nuk shkojnë. Për tre sheku jenë pajtu 300 persona, që të thonë vrasje, para vrasje dhe pajtime tjera. Ndëma të smahu hadhi hinnëkma, ja'lamu sukanu l'kura l'muhita, anna shakhsën ma lëgjë alil burq, vë të mëtta'u bi hasanati kanuni kanu. يأتي السياح جبال الألب من كل مكان لاستكشاف وديانها ومرتفعاتها التي تصل في بعض المواقع إلى 2700 متر، والتمتع بطبيعتها البكر التي لم تلوثها الحياة العصرية. كل ما كبدته من عناء السير في هذه الأرض الوعرة زال تماماً عندما وصلت إلى هنا. واحد من الشلالات العديدة التي تتدفق من المرتفعات الشاهقة، هذا الشلال يزيد ارتفاعه على 30 متراً
مما يجعله واحداً من أعلى الشلالات في أوروبا وواحداً من أجملها. لازلنا نستكشف خبايا جبال الألب الألبانية. نحن في هذه البحيرة التي تعتبر من أكبر البحيرات الصناعية في العالم. الهدف من إنشائها كان ربط المناطق الجبلية النائية والتي لا يمكن الوصول إليها باستخدام السيارات، ولكن المميز هنا هو هذه الطبيعة الخلابة. هذه الرحلة مصنفة على أنها واحدة من أجمل الرحلات في العالم على متن قارب، فهي تتيح لك الاستمتاع بمشهد الجبال المهيبة التي تصل بارتفاعاتها الشاهقة إلى السماء، خضراء تارة وصخرية تارة أخرى، تجاويف وكهوف وانحناءات لا مثيل لها. رحلة في بحيرة كوما مدتها ساعتين، في كل لحظة منها تحرص على ألا يفوتك مشهد قد لا ترى له مثيلاً في أي مكان آخر. تصل بعدها إلى أخدود شالا، واحة وجدت مستقراً لها بين الجبال الصخرية. هي بلا شك تأخذك من الواقع إلى عالم الحكايات والأساطير. يا لها من مفاجأة رائعة، هكذا فجأة وسط بحيرة كوما تدخل إلى هذه المنطقة الجميلة، واحة عجيبة وكأنها يعني سحر من الجمال والإبداع. هذا الكوخ والأشجار والجبال شيء في منتهى الروعة فعلا. لاستكشاف كل أسرار هذا المكان فعلت كما يفعل الناس في هذه القرى الجبلية، امتطيت ظهر هذا الحصان في رحلة جميلة بين أشجار الغابة، وهي الرحلة الحلم لكثير من الناس، رحلة العودة إلى الجذور، إلى الطبيعة الأم. الغابات هنا تشكل ثلث أراضي ألبانيا، وفيها ما يزيد عن 3000 نوع مختلف من النباتات، بعضها ينبت فقط في هذه البيئة الفريدة.
تدهشك القرى المعلقة على سفوح الجبال أو حول السهول إن وجدت. تشعر وكأن الزمن توقف هنا، فلا زال سكانها يزرعون ويحصدون ويربون الماشية كما كان أجدادهم يفعلون قبل مئات السنين، ويشربون من المياه الوفيرة التي تأتيهم من الجبال والينابيع نقية صافية باردة وعذبة. تبدو العلاقة بين سكان القرى وبين كل المخلوقات هنا متينة دافئة، حتى مع النحل يعطونه الرعاية والاهتمام ويعطيهم عسلاً جبلياً صافياً لا مثيل له. نحن في أحضان الطبيعة تماماً في جبال الألب الألبانية. هنا العسل البلدي والشاي الألباني والخبز البلدي. هذا هو إفطار الملوك. بما أننا في أقصى شمال ألبانيا، لم نقاوم السفر بضعة كيلومترات إلى مدينة حدودية في كوسوفو وهي كوجوفا، حيث يشتري سكان قرى ألبانيا ما يحتاجونه من أسواق هذه المدينة القريبة منهم. وليس غريباً أن تكون المدينة ذات طابع ألباني، ف90% من سكان كوسوفو هم من أصول ألبانية. قامت القوى الاستعمارية العظمى بتقسيمهم بين دولتين كما فعلت مع العالم العربي. Hello. Assalamu alaikum. How are you? Give me a hat. How much? إذن هذه هي الطاقية الألبانية، وهي مصنوعة بالكامل من الصوف ومنقوش عليها شعار الدولة، وهي واحدة من ميزات اللباس التقليدي الألباني. جبال الألب لا تعترف بالحدود السياسية، يمتزج شقاها الألباني بالكوسوفي، وهو المكان الذي اخترناه للقيام بهذه المغامرة الخاصة والخطرة. ما دمنا في بلاد الطبيعة والجمال، فلماذا لا نقوم ببعض التسلق؟ هذه المغامرة ستكون خطيرة بعض الشيء، ولكن أنا مطمئن لأنني مع أوتا إبراهيم، أول ألبانية تتسلق أعلى قمة في العالم، قمة جبل إيفرست. تعالوا لنرى ما الذي يمكن فعله. ليس صحيحاً أنه دائماً يوجد ضوء في نهاية النفق، أحياناً يكون النفق مسدوداً هكذا. Hey, thank you. Thank you very much. Thanks. See you.
يقول الشاعر: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. وها نحن بعد التسلق نكمل المغامرة. روزافا قلعة تختصر قروناً من التاريخ وملايين السنين التي شكلت هذه الطبيعة الساحرة والخاصة بألبانيا، قلعة في الشمال تقف متحفزة فوق جبل شاهق لتراقب الغزاة المحتملين عبر نهري بونا ودرين أو بحيرة شكودرا أو عبر البحر الأدرياتيكي. كانت دائماً المدخل للسيطرة على ألبانيا، بنيت في العصر الروماني وأضيفت لها أجزاء في العصور اللاحقة. تعرضت لحصار عبر التاريخ من قبل الصرب والبيزنطيين والعثمانيين، لكن وظيفتها اليوم تذكير الزوار بتاريخ عريق وبجغرافيا امتزجت فيها الجبال والمياه والسهول، فكانت ألبانيا. تنتهي رحلتنا في جبال الألب الألبانية بوصولنا إلى بحيرة شكودرا. لعبت هذه البحيرة التي تحيط بها الجبال من كل الجهات دوراً ثقافياً واقتصادياً في تاريخ ألبانيا، فهي منفذ الوصول إلى إيطاليا وشمال أوروبا لاتصالها بالبحر الأدرياتيكي، وقد كانت على الدوام وجهة التنزه الأساسية عند الألبان. عادة ما تكون لحظة غروب الشمس من اللحظات المميزة، ولكنها تزداد جمالاً وتفرداً عندما تكون في واحدة من أكبر البحيرات في العالم وأكبر بحيرة في جنوب أوروبا، بحيرة شكودرا هنا في ألبانيا.